شو بيخبرنا الفلك بثالث ايام العيد وبنهايه هالاسبوع؟ مدام نجلاء اباني رح تقلنا كل التفاصيل. صباح الخير يا مدام. صباحك خير. صباحك مدام. صباح الخير يا ايه. صباح الخير للجميع، ضلوا دائما بخير ويا رب دائما ايامكم اعياد. يوم 22 تموز يعني 22/7. اليوم انتقلت الزهرة إلى برج العذراء، بلش برج العذراء يرتاح. أولاً عطارد أولاً عطارد للسفر والأوراق في برج السرطان ريحوا، إضافة إلى وجود الزهرة هلأ في برج العذراء، يعني أمورك المالية أمورك العاطفية باشرت تحسن. ما زال وجود المشتري متراجعاً وهو كوكب الحظوظ السعيدة في برج الحوت بمكان غير مناسب للسري العذراء والقوس، بس أنا بشوف الأمور مانا سيئة، كوكب واحد ما رح يعمل لكم مشاكل. طبعاً المريخ ما زال متقدماً في برج الأسد تقريباً لآخر الأيام، كمان آخر شهر رح ينضم إلى وجود الزهرة في برج العذراء. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اليوم ردوده بالغالب انفعالية، عم تتجنب المشاكل أو لازم تتجنب المشاكل لأنه فورة غضب أو حساسية ممكن تخليك متضايق. أنا برأيي بين مبارح واليوم مولود برج الحمل ليس الأفضل، في حدا ما عم يعطيك قدرك أو عم بيحط من قدراتك أو سير الأمور بطيء حواليك، في نوع من أنواع الصدامات، يعني عم تسمع كلام أنت عم تتمنى ترد عليه. هلأ أنا بتمنى ما ترد عليه هاي الفترات لأنه أصلاً ليست للجدالات. عزيزنا مولود برج الثور الأمور بالنسبة لك جيدة جداً، خاصة لقرارات لمساهمات لحوافز مشجعة لسلة تفاهمات، القصص ممكن تكون إيجابية، يعني أيام الأعياد في تفاهم بينك وبين الناس اللي حواليك، في مساعدات ربما مالية ربما معنوية، عم بتحط دعامات جيدة بوسط علاقاتك الاجتماعية. هاي الأيام حتى ممكن تلتقى مولود برج الثور بأناس جدد. أحسن الأمور كتير للجوزاء من اليومين ثلاثة الماضو، خاصة أنه عم ترتب أمور العلاقة بالأمور الشخصية، معلومات، دعم، مصالحات، تشجيع، استقرار أو مرح. أنا بعتبره يوم يمنحك هدوء في الأعصاب، في قصة شخصية ممكن تكون إيجابية تمنح الحب وتتلقاه، عندك نوع من أنواع التفاؤل أو اللقاءات. اللي متعب شوي هو مولود برج السرطان، لازم تحط هدف أمامك هاي الأيام لأنك حقيقة متعب. ما بعرف من قصص عائلية أو نوع من أنواع الفهم الخاطئ، أحياناً بنقلب وشنا بنحكي شي كلمة هيك بننفهم بشكل خاطئ، ما بعرف إذا في شي مضايقك بالأقارب بالأصدقاء، بس في بعض المضايقات وكأنك تفتقد للرقة اليوم مولود برج السرطان. لا تبعثر جهودك وتحقق من مواعيدك مولود برج الأسد، اليوم جهودك رايحة بأماكن ما أنا كتير الأريح، يوم متعب، شغلك كتير، ضايق خلقك، ما في مساعدات، حاسس الأمور بس لألك، استقبل ودعا، في أمر صحي ممكن تحتاج لك فيه شي حبة مسكن، يوم يعني أتمنى أنه أنت ترتاح، ما بعرف قدي الراحة متاحة لألك بهاي الفترات، بس حمل الآخرين شوية هموم، الهموم مو بس لألك والشغل مو بس لألك. مولود العذراء إيجابي اليوم بالحوار، مرتاح، عنده مسؤوليات جديدة، عنده عم بتدافع عن نفسك بشكل إيجابي، تحلل، تدرس، تفاوض، يسمع إليك، يؤخذ بمشورتك، يعني اليوم في حوار أو حجج منطقية أو قصص العلاقة باجتماعات أو نوع من أنواع الأفراح الشخصية. مولود الميزان انت اللي مكسر شوي او متضايق او قلقان، واذا اليوم دخلت بشجار فانا اعتقد انه ممكن يتطور، انت شوي عصبي ضيق الخلق، عم تحكي كلام مو كتير بتعني يمكن بعصبيه. انا بتمنى هاي الايام بالذات باعتبار زحل يتراجع في برج الدلو عم بيخلي امورك العائليه ما كتير مستقره، والحقيقه حتى دخول الزهره لبرج العذراء هذا موقع غير مناسب، فلا تهدد علاقاتك الثابتة، يعني الأمور الأساسية بحياتك لا تبلش تشكك فيها وتشعر إنه في نيات مو كتير صحيحة. مولود برج العقرب اليوم قاعد جنب العيلة جنب الأهل، في سعادة إشراق أو فرح أو حتى مع ناس وبيحبون، في نوع من أنواع التغييرات، محيطك متفهم ومتفاهم، واليوم أنت مشرق
مولود برج العقرب عندك حركة نشاط، اليوم في ابتسامة على وشه مولود برج العقرب، في مرح مزح تسلية، يعني عم ينهي بعض الصعوبات وعم بيرتب أموره. مولود برج القوس الأمور المالية هي اللي بتعني لك طبعاً، وأنا إذا سألت عن أكثر الأبراج صرفاً فهنم بالقطع برج القوس، برج الأسد وبرج الحمل. لذلك حاول ما تتورط بتهور مالي هاي الأيام، حاول توزن الأمور بشكل صحيح. تذكر أنه في بكرة، يعني مولود برج القوس سبب صرفه أنه ما بيتذكر أنه في بكرة، بكرة بالنسبة له يعني بيدبرها رب العالمين. لا، أنا بقول حاول تعيد النظر بطريقة حياتك. مولود برج الجدي، اليوم الأجواء حواليك إيجابية، سعيد بالتجمعات العائلية، تطالب بحقوقك الشخصية، اتصالات، مشاوير، نوع من أنواع التحسن، مشاعر حارة ومزدهرة، شعلة طارئة، نوع من أنواع الحماس أو التفاؤل. الأمور لك إيجابية وجيدة، على الأقل أنت تمتلك معنويات مرتفعة. مولود برج الدلو، أنت اللي مكسر وضايق خلقك، وكأنك عم بتشوف الأمور يا من جانب واحد يا بطريقة شوي سلبية. هلأ توتر صغير ممكن يحدث خلل في أحكامك اليوم، أو في شيء عم بيدور بذهنك عم يقلقك شوي، اللي نفسك في شكل واللي عم بيصير على أرض الواقع شكل آخر. حاول توفي بمسؤولياتك اليوم، وحاول ترجع تعيد تأهيل علاقاتك ابتداء من بكرة، أمورك أفضل. فرص للتعارف لمولود برج الحوت، فرص للتواصل، للتفاهم، للتنقلات، للأخبار الجيدة. أنت ترتب أمورك على الصعيد الشخصي، أصدقاء قدامى ربما عم تحكي معهم اليوم، لحظات لا تنسى من التعارف الاجتماعي أو التواصل أو العلاقات الجيدة. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 22، وأتمنى له السعادة ويجعل أيامكم دائما خير. مولود 22 شخص واقف بين المي والنار، يعني هو الحقيقة بين برج الأسد وبين برج السرطان، قوة من السرطان تتسلح بتفاؤل الأسد، بتلاقوه شخص مبتسم عموماً، مو نكد نكد السرطان، شخصية مرحة جريئة، أحياناً من تهور بعد تهور. مولود بيرسم أهدافه وبيمشي باتجاهها، لا يرمي الاتهامات عشوائية، من الأشخاص اللي بيعرف يستفيد ويفيد عموماً، صراحته بتجيب له المتاعب أحياناً، سريع التأثر وعصبي، صادق مع نفسه، لا يتقن اللف والدوران ولا حتى الدبلوماسية. الأمور لألك جيدة، كل شيء بالأشهر القادمة له علاقة بأوراق، قانون، تعلم، كل هذا ممكن يكون إيجابي، حتى لو محاكم أو مؤسسات دولة، كل هذا ممكن يكون إيجابي وجيد، دراسة جامعية يمكن، يعني عم تكسب حلفاء، وقصصك العائلية والعاطفية تعتبر الأفضل. رسائلكم على 18-45 من أي موبايل. صباح عم تسألني مولدة 72، والله أمورك إيجابية يا عزيزتي، وخاصة صباح يعني على صعيد روحة جاية، عمل، سفر، هذا إيجابي. بس إذا بدنا نحكي على العواطف، فأنا أعتقد من 15-8 وما بعد، وبيني وبينك آخر شهرين 3 شهور بالسنة هي الأفضل على الصعيد العاطفي. أما عمل فأمورك إيجابية وجيدة. نور عم تسألني مواليد 2001، يسعد أوقاتك يا نور، أحد العوام الأفضل، لكن للأسف ليس الشهر القادم. الشهر القادم فيه جزء من تعب، ما كتير مرتاحة، متاسع وما بعد بترجعي تستعيدي حظوظك، وإن شاء الله بتقفلي السنة بأفضل مما بدأتيها. بلال 1-12 وبرج القوس يا بلال، بينما 12-1 وبرج الجدي، بس أنت كاتب 1-12، طبعاً برج الأرض الصيني، الشخص الواثق جداً من نفسه، متحمس دائماً، دائماً عنده قضية حابب يحكيها، حابب يعملها، والسنة على كل الأحوال سنة جيدة جداً بالنسبة لك، فيها نوع من أنواع التغييرات، لكن للأسف ليس الشهر القادم، معلش بدك تستنانا للتاسع وما بعد. يسعد صباحكم وتضلوا دائما بخير. بتضلي دائما بخير مدام. شكرا. ليش ضحكتي بالاول؟ شو؟ دخل الزهرة على العذراء. طبعا مدام نجلاء قباني ضحكت. هلا في تغييرات لازم تصير. يعني اولا ماليا. ماليا وعاطفيا. وعاطفيا. واجتماعيا وكل شيء. لا لا الامور ما بيضحك، يعني الموضوع بده ضحك كثير. ان شاء الله يا رب للافضل للجميع. ما ضل غير